اكتشفت المرض ده في 2011، وفضلت أعاني منه لحد سنة 2017. لفيت كتير ودخت كتير، أنا راجل شغال يوم بيوم، وكنت بعطل من شغلي عشان أروح أقعد في محافظة تانية عشان أشوف علاج وأكشف. فلقيت إن الدكتور بيقول لي لسه إحنا قدامنا 5 6 سنين على ما العلاج ده ينزل. الدنيا طبعا اسودت في وشي، ما بقتش عارف أعمل إيه. لما جت المبادرة بتاعة سيادة الرئيس بتاعة 100 مليون صحة، يعني وفرت علينا حاجات كتير، وكان العلاج كله متاح للشعب المصري كله. أنا خدت العلاج 3 جرعات على 3 شهور، والحمد لله خدت الشهادة إن أنا خالي من فيروس سي، والحمد لله وقفت على رجلي من تاني. فربنا سبحانه وتعالى خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني أساهم مع أبناء بلدي هنا في إن أنا أنهي هذا المرض في مصر. وأنا أما اتعالجت مش صحتي بس اللي رجعت لي، حياتي كلها رجعت لي. ربنا يبارك له الريس إن كان سبب بعتهولي ربنا. قدرنا إن إحنا نقول النهاردة، مش النهاردة بقى، من 3 سنين، إن مصر دولة خالية من الفيروس سي. لو هقول حاجة هقول شكرا إن أنت قلت كلمة وكنت قدها، وربنا قدرني واخدم بلدي زي ما عالجتني وعالجت كتير غيري.